ما اعرف تكمل زين. شوف انه هو يباوع يعني هذا استاذ الرجال قاعد يتشاور صدق لو شنو يعني؟ قلت اعرف اسمك ترى ولا قد؟ قال انا اسمي صدام حسين مجيد المجيد. قلت له ماكو عشيره بالعراق اسمها المجيد. ضفت الجلدك ال ما يصير. قال لي عشيرتك. قال انا صدرت قرار منعت فيه المسؤولين من ذكر عشائر تداول العشيره. قلت له اولا انت مسؤول، انت الان متهم جايبي كذا. قلت له مسؤول ولا لا؟ اذا كنت رئيس سابقا مو اليوم. المهم اعطيني اسم عشيرتك. قال انا ما عندي عشيره. عشيرتك شو ما عندك عشيره؟ قال ما عندي عشيره. طبعا قلت له كتاب اكتب طلع الزلمه ما عنده عشيره.